أغرس فيه هذا المبدأ أنه ابتعد عن ثقافة الاستهلاك، أبدأ بنفسك، لا مثلا تشوف أصحابك وبعدين تتأثر، بالعكس أنت كون القدوة وأثر على أصحابك. أنا كيف أقوي شخصيته هنا بحيث أنه لما حيروح المدرسة حيشوف أشياء مو بس حتى مستلزمات المدرسة، الأطفال بيجيبوا أشياء فخمة، مظاهر، موبايلات، ساعات، كيف أخليه أنه هو الأطفال يغيروا ويصيروا زيه؟ هون وقت اللي أنا بكون عم بشتغل على شخصية ابني على فترة يعني طويلة، مو بس أنه قبل المدرسة دغري، وقت اللي بكون عم بشتغل على ثقته بنفسه، كيف وقت اللي بعزز له نقاط قوته وبرجيه إياها، بزور له إياها، منتقبل نقاط الضعف، منشتغل عليها شوي شوي، بورجيه دائماً أنه الكماليات بالحياة هي مو من الأشياء الخارجية. وهون كمان في نقطة كتير مهمة ريم بدي أقولها لكل الأهل اللي اليوم عم بيشوفونا، كتير في فيديوهات على اليوتيوب بتورجي من العائلات الثرية كيف هن مثلاً أولادهم بيشتروا مثلاً بدون حساب، بيشتروا مثلاً أشياء لازم أو مو لازم، مجرد أنه هن بدنيا، هاي كلياتها عم تدخل على عقل الطفل، فعم بيكون هون هو متلقي. هاي الأشياء كتير مهم أنه الأهل يتابعوا ابني شو عم يحضر على البداية، تبدأ من هنا تحديداً.